أبونا فيلبس النام وهبه الحكمة ليرعى بياتك بطهر وعد لأن لك القوى المجد وعديك الصالح الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كل ساقت أرشدتنا إلى معرفة المتعبد الله أبونا فيلبس لنقيمه بطرياركنا على إريتريا فلنصلي إذا المتوسلين إلى رب النعمة
لتحل عليه موهبة الروح القدس ولنقل جميعا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. أهلا لدعوة رئاسة الكهنوت في إريتريا ليكون مستحقا أن يخدم اسمك ومذبحك القدوس ويرعى شعبك بطهر وعدل ويفوز بنصيب القديسين برأفة ابنك الوحيد يسوع المسيح الذي تبارك معهما الروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. ندعوك يا فيليبوس بطريركا على الكنيسة الإريترية الأرثوذكسية باسم الآب والابن والروح القدس. في لبس ناي إريترا أرثوذكسوس بيت كريستيان باتريارك إلينا نسو آك ألينا باسم آب وولد ومنفيس قدوس أحد أملاك أمين. بروك إجزي آبي هير آب أهزيه كله أليم أمين. وبروكو لباحد اكزي اينا ايسوس كريستوس مطحنين امين. امين. وبروك من فاس قدوس باراكليتوس نسني اه منسي هي كلنا امين. امين. ازمروت تفيوت تفيوت تيفن تكراتو. تسنو جنيس شيريس وستكريستوس شيس امين. تزمروت في ابن فايس وابن باراكليتون امين. تسلم عبد الرعاية من يد أبينا التباهي المكرم راعي الرعاة رئيس رأس الكهنة قداسة البابا المعظم بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا سنود الثالث حبيب المسيح لترعى شعبك وتغذي بالتعليم المحيي. تقضيت منك على نفوس رعيتك في إريتريا ومن يدك يطلب دمها.